زي ما كنا بنقول قبل الفاصل ان بالرغم من اعتزال كابتن معتز اينو بدري عن النادي الاهلي الا انه لسه يعني في قلب الاهلاويه او في قلب جمهور الاهلي لسه يعني حب للكابتن معتز اينو، يعني لسه الجماهير بص فاكره لك يعني حاجات بالتفاصيل بتتكلم عنها. اصل انا لسه مبطل يعني بقى لي سنتين بس ونص، انت بس انا بتربطني حاجه يعني مع جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني. حتى من وانا بلعب كابتن كان عمري الحمد لله ما عملت مشكله، عمري ما اتخانقت مع حد، عمري ما طلعت لفظ، فالناس كلها ده لعيب يعني مش مشاكس، فبيحبوني وبحبهم وبقابلهم في الشارع، فتربطني بيهم علاقه كبيره جدا يعني. واي حد يتمنى اللي هو ينتمي لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ده يعني جمهور عظيم، وفي ميزه اللي هو بيقف جنب اللعيبه يعني لغايه لو الماتش 120 دقيقه بيقف معاهم لغايه ال 120 دقيقه، فدايما بيدونا يعني بيدونا دافع وبيدوا دايما اللعيبه دافع في كل البطولات، ولما كنا بنسافر بره حضرتك عارف بتلاقيهم ورانا في كل حته، فيعني ما بيبخلوش علينا لا بتشجيع ولا بيبقوا تعبانين جدا، وكانوا كنا بنشوفهم في المطار، كنا يعني احنا بنعدي مثلا من مكان وهم بنشوفهم كانوا تلاقيهم يعني مستنيين وبيقطعوا سفر طويل جدا عشان يشجعونا بره مصر. فلا جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ويعني وانا زعلان طبعا، بس دي يعني احداث بلد وكده اللي هو ما فيش جمهور دلوقتي في المباريات، لكن اللي لعب في وسط جمهور النادي الاهلي لا حاجه في الاستاد كمان جميله جدا، غير الناس يعني اللي بتتفرج في التلفزيون لا في الملعب كمان بيديك روح يعني جامده جدا، بيخليك حتى لو انت تعبان او مش قادر ما تحسش بده، تدوس على نفسك وبجري وبتعب عشان الناس دي ما ينفعش اللي هي تروح زعلانه. فبشكرهم طبعا على الكلام اللي قالوه في التقرير، وهفضل طول عمري بكن لهم كل احترام جمهور النادي الاهلي، وانا بحبهم جدا طبعا يعني، وانا حتى دلوقتي في النادي بخدم النادي الاهلي وبشتغل في النادي الاهلي عشان خاطر الكيان الكبير وعشان خاطر طبعا جمهور النادي الاهلي.